الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يسود طقس صافي إلى قليل الغيوم مع 14 درجة مئوية فقط، أي طقس بارد بشكل لافت، الملموسة 13 ومرطوبة 76% والرياح معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تبقى تتأثر بمنخفض جوي، زخات من الأمطار متوقعة في عموم تلك المناطق مع رياح نشطة إربد 23 إلى 12، مفرق 22 إلى 11، جرش 23 إلى 10، عجلون 21 إلى 9. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا تبقى تتأثر بالمنخفض الجوي خلال ساعات الصباح والظهيرة، البلقاء زخات من الأمطار مع رياح نشطة 20 إلى 11، عمان أيضا زخات من الأمطار ورياح نشطة 17 إلى 10، أما مأدبة 20 إلى 10، الزرقاء 23 إلى 12، أما البحر الميت 27 إلى 16. المنطقة الجنوبية رياح نشطة في عموم المناطق، الكرك 16 إلى 11، الطفيلة 17 إلى 11، معان 20 إلى 11، الشبك 16 إلى 11، أما العقبة 26 إلى 19. المنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة في عموم المناطق مع موجات غبارية متوقعة وتدني كبير.